فيمدون صوابا نستفتي فيمدون صوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة من برنامجكم. هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن أرحب بضيفها ومضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف العام على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله أخي فيصل، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات، أسأل الله يكون اللقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية على هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا على أسفل شاشة التلفزيون وكذلك عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. لعلنا ننطق على بركة الله في بداية هذه الحلقة ونشرف بكلمة توجيه منك عن ما يحيط بالمسلمين في هذه الأيام من المناطق الملتهبة والصراعات، ودور المسلم في المحافظة عليها مع ظل هذه الثورة التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب وتويتر وغيرها. البعض جعل الواتساب متنفس له، يؤيد ويعارض من يشاء ويأخذ بالظاهر. فنريد الشيخ كلمة توجيهية ننطق فيها في هذه الحلقة عن دور المسلم في الحفاظ على هوية الإسلامية في ظل هذه الألغاز الحقيقة السياسية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فيما يتعلق بموقف المسلم في أي قضية من القضايا، سواء كانت القضية حاضرة أو سابقة أو لاحقة، ينبغي أن ينطلق فيها من منطلقات الوحيين، فإن من استمسك بالكتاب والسنة وصار على طريقهما سلم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن للتي هي أقوم لا تختص في جوانب العلم بالله أو معرفة ما يتعلق بالأحكام التفصيلية الشرعية، بل في كل شأن من شؤون الحياة، فيما يتصل بالصلة بالله، فيما يتصل بمعرفته، فيما يتصل بمعرفة الطريق الموصل إليه، فيما يتصل بضبط علاقة الإنسان بما حوله من الكون كله، سمائه وأرضه وما فيهما من خلق من إنس وجن وسائر أنواع الخلق. فلذلك أنا أوصي نفسي وإخواني في كل ما يجري ويحدث أن نفزع إلى الرسالة الإلهية التي جعلها الله تعالى نورا يهدي به إلى سبل السلام ويخرج به من الظلمات إلى النور. وهذا يتطلب من المؤمن أن يرتبط بالكتاب والسنة وأن يرجع إليهم، لأن أما الكتاب فلأنه الهداية وأما السنة فلأنها بيانه، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس ويكشف معانيه ويترجمه عملا. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلق القرآن. ثمة جملة من الوصايا: أوصي كل مؤمن ومؤمنة بتقوى الله فيما يأتي ويذر، فالتقوى مركب نجاة. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله ليست شيئا غائبا أو غائما أو ضبابيا أو ليس معروفا ولا معلوما، بل هو شيء بين كالشمس، إنه التزام شرع الله في السر والعلن، إنه السير على ما أمر الله تعالى فيما أمر طاعة بالفعل وفيما نهى عنه طاعة بالترك. فيما يتصل بثمرة التقوى: التقوى تقذف في القلب نورا وبصيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان يميز به الإنسان الملتبسات المشتبهات المشكلات من قضايا الواقع أو قضايا الأحكام الشرعية أو ما إلى ذلك من كل ملتبس، فإنه فرقان يميز الله تعالى به بين الحق والباطل. أوصي بالتقوى كما ذكرت، وبالدعاء والإلحاح على الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من الشرور، وأن يحفظك أنت على وجه الخصوص من أن تتورط في فتنة لا تحسن الخروج منها، فإن الفتن خطافة والقلوب ضعيفة،
وكم من إنسان يظن أنه سالم فتجده يستدرج إلى أن يقع فيما لا تحمد عقباه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: موصيا أصحابه: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فهي مراتب ودرجات، فاحذر أن تتورط في شيء منها. أوصي أيضا بحفظ اللسان، ولا يتكلم الإنسان إلا ببينة وبرهان. اليوم كل يحسن الحديث فيما غدا وفيما شذ وظهر، فيما في كل شاردة وواردة، تجد الحديث من الصغير والكبير والمختص وغير المختص والسياسي والشرعي ومن لا ناقة له ولا جمل في كل هذه الأمور، وبالتالي يكثر الكلام، وليس شيء يكثر ويعظم في الناس أكثر من اللسان. ولذلك ليتقي الإنسان هذا اللسان وما يترجمه من وسائل البيان، إما ببنانه أو برسمه أو بخطه أو بما إلى ذلك، أو بأي وسيلة من وسائل البيان، أو بتغريداته وجواله، تغريداته وما إلى ذلك. ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من أن ينقل شيئا لا يعلم حقيقته، وأن يكون وقودا لفتنة لا يعلم مآلها. آخر ما أوصي به، هو الموضوع ذو شجون، آخر ما أوصي به أن نسعى إلى الاجتماع، إلى الائتلاف، إلى الالتحام، إلى المحافظة على المكتسبات. من المهم أن نعرف أنه لا سلامة لأمتنا وأوطاننا إلا بالتكاتف والاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. من المهم أن يجتمع الناس على ولاة أمورهم ويتناصحون فيما بينهم ويأتلفوا فيما بينهم، وأن يقطع الطريق على كل مفسد وساع بالشر والفساد في الأمة. فإذا اجتمع الناس مع ولاتهم والتاموا وكانوا لحمة واحدة، كان هذا من أسباب نجاتهم وسلامتهم من الشرور المحيطة بهم. التناصح مهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعائم الإسلام التي تحفظ بها الأمة وهو من أسباب خيريتها، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الإصلاح سببا للفرقة. فإن الإنسان يوازن بين مراتب المطالب التي جاءت بها الشريعة، ويعلم أن الذروة في اجتماع الكلمة على الحق والهدى. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذه الأمة من كل سوء وشر، وأن يحفظ المسلمين من كيد أعدائهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى ما فيه خير العباد والبلاد، وتحكيم الكتاب والسنة والعمل بهدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك الشيخ، وصلى الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين آمين وحقد الحاقدين. نستقبل أول اتصالات.